بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الجمال واتصف به فهو جميل يحب الجمال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الذي سمح لأم المؤمنين عائشة بأن تتابع وهي تقف خلفه جانبا من ألعاب أهل الحبشة، فأقر بذلك مبدأ الفرجة ما اقترنت بمكارم الأخلاق وفضائل القيم وطبيعة الوظائف. أيها العشاق، عشاق السينما، جمهور المهرجان المغاربي للفيلم، للضيوف مواقعهم الخاصة في أحضان جمعية سينما غرب، ولبعض الضيوف مواقعهم الأكثر خصوصية لأسباب لا يفسرها المنطق ولا يستسيغها العقل ولكن يبيحها الوجدان، ويختلف الجلوس إلى الناس باختلاف مقاماتهم وقاماتهم، ويختلف باختلاف طباعهم وطبيعتهم، ويختلف باختلاف المسافة الفاصلة بينهم وبين القلب. الاحتفال بالناس له ما يسوغه موضوعيا، والاحتفال ببعض الناس له ما يفرضه تاريخيا، والاحتفال بعز الناس ارتقاء بالذات في حضرة الآخر. أيها الفضليات، أيها الأفاضل، إن الجلوس والاحتفال والاستضافة والتكريم والاعتراف وكل أشكال الاقتراب والتقرب من المبدع رشيد الوالي هي اعتراف وأقرار بموقعه في القلب والوجدان، اعتراف بشرعية تاريخية تتعلق بهرم من أهرام الفرجة في تاريخ الإبداع المشهدي المغربي. إن رشيد الوالي يختزل في ذاته سلسلة من التفاعلات المعرفية والقيمية والثقافية والإنسانية. هذا الكم الهائل من الجوانب نحن مدعوون لإحاطة به، ونحن مدعوون لمعرفة الأسرار التي جعلت من رشيد الوالي هرما في المشهد السينمائي المغربي. إننا نحاور رشيد الوالي المبدع والإنسان والوطني، ولكن قبل كل هذا وذاك نحن نحاور رشيد الوالي العاشق لوطنه والعاشق في هذا أيضا لمدينة وجدة وأهلها. أيها الفضليات، أيها الأفاضل، جلستنا الليلة مع الفنان المغربي الأصيل والصادق رشيد الوالي جلسة لا تختلف عن باقي الجلسات التي كانت لغيرنا معه، وليست تشبه هذه الجلسات. جلستنا الليلة تستمد مشروعيتها من كونها تسائل وتحاور الفنان رشيد الوالي في محطات تقع وسطا بين جانبيته الاجتماعية وجانبيته الجمالية وجانبيته الإنسانية وجانبيته الوطنية وجانبيته الثقافية. جلسة تبحث عن ذلك الخيط الناظم الذي جعل من طفل يصارع الموت ويراها رأي العين مبدعا هيمنة فنيا وإنسانيا على مشهدنا المسرحي والسينمائي لعقود، دون أن يفقد بريق الإنسان الصادق ووجه المبدع الملتزم بالحد الواجب من الوقار والاحترام. رشيد الوالي هو درس من دروس السينما في المغرب وسجل لا بد من الاطلاع على تفاصيله، فلا معرفة لنا بالسينما المغربية ومكوناتها إذا نحن لم نقف عند هذه اللبنة من لبنات السينما المغربية. لهذا برمجت جمعية سينما مغرب هذا الدرس الذي أردت أن يكون جلسة بطعم المعرفة والمحبة والأخوة والتقدير والاعتراف. أهلا وسهلا بك السيد رشيد الوالي في أحضان جمعية سينما مغرب. نقول لك والله أحرزتني وخجلت من تواضعي وأسعدتني بهذا الكلام اللي كبر مني، استغفر الله. ولكن أستاذ الله يكبر بك، الله يكبر بكم كاملين، وشكرا لسينما المغرب على الاستضافة ومهرجان المغربي بوجدة والمنطقة المغرب الشرقي كامل التي أعزها وأحترمها، وهي فرصة لكي أشكرها من كل قلبي أنها حققت واحد من الأحلام ديالي هو أن الفيلم الثالث ديالي الروائي الطويل يكون انطلاقا من مدينة وجدة وبسبب الرجالات ديال هذه المنطقة، لأنه قبل أنني نفكر أنني نمشي لوجدة فكانت هناك مبادرات كبيرة وكانت رسائل اللي توصلت بها ديال الحب وديال الرغبة في المساعدة والرغبة في أن السينما أيضا ديال هذه المنطقة، لأن هناك طاقة تستحق أننا نشوفها وتشارك معنا في العمل ديالنا وفي الأحلام ديالنا. السي رشيد، قضيت طفولة استثنائية بسبب أعطاب في الجسد، فرضت عليك هذه الأعطاب عزلة استثنائية عن أقرانك. من أين استمد رشيد هذه الدفعة في الإصرار على الوجود واستعادة الأمل؟ رب ضارة نافعة، فأعتقد أنه كيف قلتي وكيف قلت بزاف ديال المرات وحكيت للناس
ولا احكيها للتعاطف، ولكن احكيها لكي اعطي الامل للمجموعه من الناس، لانه دائما كنصور ان هناك اباء او امهات لولادهم كيعانيوا، وفي لحظه ما كيوصلوا بهم لانهم يفقدوا الامل، كيقولوا محاش واش ولدنا يمكن له يعيش شي نهار ولا يصبح انسان عادي. فانا يمكن لكم جوج كلمات تقول ان نهار الوالد ديالي مشى عند الطبيب الاخير باش يعرضني عليه، لانه حتى واحد ما قدر يدير لي العمليه وانا صغير. فقال له غير فقط من اجل انه يهدئه، قال له ضعيف ضعيف جدا، قال له شحال، قال له ضعيف جدا بالنسبه لانه تنجح له العمليه، قال له شحال، وهادشي كنعاود لك في 1967، فقال له 4%، قال له ارى لي ورقه سني لك على 4%. ما كان كنقول للناس شوفوا 4% شنو ممكن لها عطات من بعد. فكنحس انه كاين واحد الحظ وكاين واحد البركه الهيه، ومن ثم استمديت صراحه القوه ديالي، وانا اعتقدت انني كانني نط ولم اشارك في المباراه، ولكن شاركت في الاشواط الاضافيه، والاشواط الاضافيه لن تعاد كتكون قصيره، واعتبرت ان الحياه هي فتره قصيره، فما كاينش نضيعها في الترهات، في الحسد، في الغيره، في الغضب، في الحقد على الاخرين، في النميمه من اجل الاخرين، بل قلت الى داني الله انني عشت، فربما تكون رساله ديال الخير. شعرتي بالالم ديال الاخرين، يمكن كيف شعرتي به انت صغير، من كبير تعرف لانك جربتي. بحال في هذه اليومين كنت في واحد المنطقه نائيه في البرد، ولقيت راسي كندير فيديو، كندير دي زيماج، كنقول لهم راه الناس كيموتوا بالبرد، نعاونهم باش ما عطى الله، لانه لما كدير راسك في بلاصه الاخرين كنظن هي احسن مدرسه. وهادشي كنحاول نقول لوليداتي، كنقول لهم اولدي الا درتي راسك في بلاصه الاخر ربما ما تلوموش، ربما ما تسبوش، ربما غتسمح ليه، ربما واخا ذلك غيمكن لك في الاخير تعطيه لانك درتي راسك في بلاصتو. فكنظن بعجاله هذه هي الحياه، وماشي من اجل هذا فقط. الله سبحانه وتعالى قالنا خيركم خيركم لاهليه، وانفعكم انفعكم للناس، فاحنا خلقنا من اجل الاخرين، وربما لم نخلق من اجل نفسنا، والدليل ان السعاده ليست في الاخذ بل السعاده في العطاء، ولما كان العطاء ما هوش مادي فقط. فهذا الاحترام وهذه الكلمات اللي قلتي من الاول، وهذا التقدير اللي دمعات له عيني، فكنظن هو احسن عربون على السعاده اللي كنشعر بها. وانا اعطيت ماشي خديت، ولما كتعطيك كتاخذ بزاف. شكرا على هذا. سي رشيد، كنت شبهت من قبل هذه الحياه ديالك بانها اشواط اضافيه، وقلت على انه ليس للاعب حق في المراوغه، فعليه ان يسجل الاهداف. هل سجلت ما كان يجب عليك ان تسجله من اهداف؟ الحمد لله الحمد لله. شوف، في كثير من الاحيان الناس كيسهل عليهم، ولما كنهضروا على الانتقاد كنهضروا على الانتقاد بشكل عام، وهذه كنحاول نديرها حتى لبعض الطلبه، سواء كتنتقد مباراه كره القدم كتقول علاش ما لاحش الكره، كان يماركيها، كان يضربها براسه، غير غزاو تدخل حيت انت جالس في المقهى ولا جالس في التيران في واحد المدرج، فكيمكن لك تشوف الاشياء من بعد. ولكن لما كتدخل وكتلقى باللي الا جريتي ربما غير 50 متر كتبدا تنهج وما تقدرش تجري مور هذيك الكره، انت كتبان لك وغيزيد كون زاد يخطو جاليها كتفهم الدرس. كنظن اننا اول الدروس اللي خصنا نتعلمهم في الحياه ديالنا هو كل حاجه نسبيه، تدخل وتعرف علاش الانسان ما دارش هذه الحاجه، ولا شنو العثره اللي اعترف الحياه ديالو وخلاته يتوفق في هذه الحاجه. شحال من واحد راتا التران وكان عنده موعد مهم، ولما راتا التران تفحص وتطعم، ولكن في التران المقابل لقى رفيقه حياته، لقاها كتسنى وقال لها واش في البلاصه خاويه، وجلس وتعرفوا وداروا مشاريع كبيره في الحياه ديالهم. فانا كنظن انني كنت محظوظ، انا الحمد لله تزاديت في هذه البلاد المغرب، اللي مع الاسف بزاف كيقولوا يلعبوا البلاد ويلعبوا وكيكريتيكي وكيقول لك نهاجر. كنظن ان احسن الظروف هي اللي طرحت لنا، لانه في الوقت اللي كتكون تولت مثلا انا كممثل ربما في الولايات المتحده الامريكيه وفي هوليود، ربما ما غنبانش لانه كاينين عشرات او المئات الالاف اللي هما متفوقين اكثر منا. ولكن كيف ما كان الحظ انا تزاديت في الوقت اللي شاف برومي دوغري كيقول وي بديت السينما والمسرح نهار اللي كانت عندنا التلفازه، كتبدا مع 7 وتسالي مع 12، كيفاش غيمكن لك تصور انك غتقدر دير حياه ودير حياه مهنيه وتكسب منها قوت ودير بيت وانت عندك قناه وحده
والفرصه بانك تشتغل في مسلسل ربما تجي كل 3 سنين و 4 سنين، ولكن من بعد اكتشفت بلي ان هذه اللي كانت هي سلبيه كانت ايجابيه، ودفعتني نكون من الاولين اللي غيدفعوا ويشجعوا وغيتبناو مدارس، لانهم اكتشفوا انه الا عطينا الاهميه للشباب وعطيناهم فرصه للتعلم اكثر بطريقه محترفه غيمكننا بهم نصنعوا الاخرين. اجمل حاجه هي لما كتبني وانت غادي وكتبني، فماشي غير كدوز وكتنفع راسك، ولكن كتعرف السعاده لانك تقول بنيت الطريق وخليتها مورايا. ماشي مهم، ماشي مهم لا خسرت فيها ولا عرفت فيها، نو انا دزت منها ما غيدوزو منها اجيال اخرين. ربما لما كنشوف انه الدراما اللي وصلت اليوم، وانا كنت من بين واحد الجيل اللي ساهم في هذه العجله هذه، وانا كنهضر على الجيل كنفكر الجيل اللي سبقنا، وكنترحم على المرحوم عزيز الفضيلي الله يرحمه اللي عطاني كثير، واللي يمكن من الناس اللي حببوني انا شخصيا انه يدير التمثيل. قلت تيان شوف كيقدم غير نشره جويه، ولكن قدمها بطريقه مبدعه وبدع فيها، وخلانا ننتبهوا كل مره نتسناو كندوز الاخبار ونتسناو شنو غيجيب اليوم جديد باش يحببنا فاننا نشوفوا اخبار واننا نترقوا اكثر في التعلم. الله يرحمه وعزائي الاسره الفنيه الوليدات، وانا اليوم تكلمت مع عادل الابن ديالو حنان، وقلت انهم متاثرين جدا وكينتظروا بين الحين والاخرى وصول الاب ديالهم اللي سيدنا الله ينصرو وتكلف بانه غادي يوصل يساعدو في انه يوصل المغرب بين الحين والاخر من اجل الدفن ديالو. احنا كنقولوا ها هو الانسان توفى، ولكن احنا كنذكروه بانه بنا وخلى، وانا جيت كجيل واكيد غير. وانا في اليومين وانا كنصور درت لقيت تقريبا انا اكبر ليكيب اللي كانوا معايا، كاينين من 18 20 عام حتى 45 حتى 50 عام، وانا عندي 56 عام، وليت كنبان بحال الجد قدامهم. كاين الاحترام كاين التقدير، ولكن اغلبيه كنشعر في عينيهم الحب والالفه لانهم كبروا معايا وشافوني وهما صغار من خلال الاعمال ديالهم، فكتقول تخليك تقول بون الحمد لله الله يعطينا القوه باش نعطيو اكثر. لذلك انا باش نجاوبك اسمح لي اللي كنتمدد لانه كنستغل كل لحظه باش انني نقول الاشياء اللي في قلبي، وما يكونش الحوار بيناتنا فقط سؤال جواب، ولكن لانه السؤال ديالك كان مفتوح وكان ذكي. لذلك كنقول لك انا سعيد بالاشياء اللي وصلت لها، والحمد لله اللي ماشي كل جهه نوصلوا، خليوا الناس الاخرين انهم يجيو يبنيو ويديروا ويزيدوا القدام الحمد لله. شكرا سي رشيد. انا عندي واحد المحور سميته الصدفه اذ الصدفه، الصدفه بما تحمله من فجائيه والصدفه بما تحمله من قيمه. كان وجودك كما ذكرت الى عالم التمثيل صدفه، واصبح الوقوف امام الجمهور وعدسه كاميرا صدفه اطرت الانتاج المشهدي المغربي. يعني كيف تفسر في حياتك هذه الصدفه؟ يعني الحجم الذي تعطيه لهذه الصدفه بما نتج عنها من هذا الطراء في العطاء السينمائي. زوينه هذه، وكنظن غتهم الناس بزاف، حيت كاين اللي كيسمي الصدفه وكاين اللي كيسمي الزهر. كاين اللي كيقول لك عندك عنده الزهر هذا، وحنا مع الاسف كنقولها، لانه اللي كيعتقد بزاف في هذه القضيه الزهر فهو مخطئ، لانه دائما كيرتبط انه الا هو ما تمكنش يوصل ولا ما يكونش عنده فلان الاخر عنده الزهر. وهذه التربيه كبرنا عليها، لانه كبرنا دائما كنرميو الاخطاء ديالنا للاخرين ما كنعترفوش. الا جينا معطلين على التراب ولا على الطياره كنقول الطياره مشات عليا، ماشي انا اللي جيت معطل. الا ما نطش في الصباح ما سرسرت المكانه ولا التليفون ديالي ما سرسرش، دائما الاخر والشيء الاخر هو اللي مانع، ولكن ماشي انا. كانت في الاول كنقولوا صدفه، ولكن هي في الصراحه ليست بالصدفه. والانسان هذه كنقول لكم من بعد الاشياء اللي خبرتها عبر السنين، الا دار شي حاجه في البال ديالو فربي سبحانه وتعالى غيحققها له. العالم كله غادي يكون وغادي يخدم باش انه يوصل لهذيك المرحله. انا كنظن، وهذه كنت حكيتها ونحكيها لك، هو النهار اللي انا جالس في الدار ديالنا والله بديت كندير المسرح، والاب ديالي وقف ودخل وخرج دخل وخرج، واحد الوقت هو يوقف وانا نشوف فيه، قلت له با شي حاجه، حسيت انه غايقول لي شي حاجه، قال لي غنسولك ولدي ومره واحده وما نعاودش نسولك. قلت له شنو؟ قال لي واش كتعرف اش كدير؟ انا خفت اش كدير ياك ما سمع ليا شي كلام ماشي
ماشي هو دابا قلت له والله ربما كان درتي حاجه ماشي مزيانه زعما غيكون يعني الا كنهضر لك على التمثيل اختاريتي دابا دير التمثيل كتشوفهم في التلفزيون فازه وحده وهما كيبكي واللي مرض كيبيع موطور ولا شي حاجه ما كاين لا تامين لا حتى شي حاجه اللي راه عايز صحيه لا والو وفعلا كانوا الناس بزاف عانوا فانا ما فكرتش وزيت راسي وقلت له ما تخافش غنكون من الاولين في هذه البلاد ولا ما نكونش ما فكرتش فيها ولكن كان همي وانا نكمل الوالدين ولكن في العمق كان ايمان داخل انني الى درت مجهود وامنت راه عندي امكانيات اللي غيمكن ليها توصلني ومشيت فيها دازت 10 سنين 12 عام واحد النهار شريت اول طوموبيل ديالي من بعد اول كاشي ديال السينما شريت 127 8000 درهم وقلت والله تنهز فيها با ونديها حتى الريف ندي حتى الريف البلاد اللي تلاقاني كيقول لي واش انت هذا الحماق ديال 127 عرفتي واحد الجبل قبل ما طماطه سخون كتسخن طوموبيل قلت لهم غنحاول كنتسنى دوز 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 فينا المده الطوموبيل ملي وقفتو يشربوا قهوه بغيت نديماري الطوموبيل بغيت نديماري بون وصلتني عاد دارت العطب المفيد في هذا الشيء هو اني صلحت الطوموبيل وانا غادي قلت راسي تالف على الطريق حنا نلقى واحد الجندام الله يجازيه بخير الله يجازيهم كلهم بخير في هذه المناسبه وانا بغيت نسولو ويقول لي انت كتبان في التلفزيون رشيد الوالي قلت له ايه ديك الساعه الله قلت كان بان فهز موطورو اللي فيه الدرك الملكي وزاد بنا ولينا كاننا اسكورتي باغ الدرك الملكي ولا شفنا ان الوالد ديالي اللي كان جندي عسكري كيعرف المعنى ديال انه يحترمك واحد من ديال من المخزن وصايق بيك وغادي بيك القدام كان بالنسبه لي اول اعتراف مع اللي قلت له ما تخافش هادي قدم استمر في هذا الاجتهاد لذلك رجع وكنقول هو كتبان ان الصدف لكن الاحداث باش انها تخدم وانها تكون كيف بغيتي انت انا نعطيك مثال وحنا كنهضروا على السينما وسيدي خالد سلي كان له التحيه كيعرف هذه القضيه بزاف انا كنت درت فيلم ولما كتبت نوح لا يعرف العام درت واحد المشهد ان الاب كيمشي هو ولده من البلاد حتى للمدينه باش يقربوا المنطقه الساحليه فيها البحر باش يشوفوا البحر لانهم عمرهم ما شافوا البحر وكيضربوا هذا الفيلم طريق كامله ملي كيوصلوا كيسمعوا صوته ولكن كيكونوا على واحد التله كتكون الضبابه مغطيه البحر وخصهم ينزلوا تيقربوا الماء عاد يشوفوا البحر هادشي ساهل تكتبوا ولكن كيفاش غدير تخرجوا ما يمكنش ديروا في استوديو لانه انت كتهضر على البحر ما يمكنش دير في ميوجين باش دير هذاك بديت كنفكر كيفاش غندير توكلت على الله مشيت كنصور وديما كل نهار كنقول كيفاش غيمكن لي ندير هذيك الضبابه واش نلغيها ما يمكنش نلغيها كندير واحد النهار وانا جايني غادي نبدا نصور وانا نشوف في قنيطره هذيك الضبابه جايه داخله من البحر وجايه عندي كتقول لي انا جيت في الموعد وانا نقول يا الله عيط ليكيب لبسنا حوايجنا ومشينا اللي شاف نوح لا يعرف العام غيشوف المشهد فيه الضباب اللي كتبته 3 سنين قبل واللي صيفطوا لي الله في الموعد ليس بالصدفه يبدو صدفه بالنسبه ليكيب التكنيك اللي خدامين معايا ولكن ما كانش صدفه لانه كانت رغبه في انك تحقق شي حاجه ماشي شغلك كيفاش الشغل ماشي ديالك انت خدم ولكن ربي سبحانه وتعالى سييسر لك وكن متاكد انه غيسر لك وغتخدم ولكن تكون نيه خالصه لانه كل شيء عندنا تليفون هي النيه هو الامل اللي انت باغيه ولكن الا ما ركبتيش النيميرو ما غيمكنكش تواصل ولا ما كانتش الكونيكسيون بينك وبين اللي خلقك خالصه النيه وتكون هاد لا كونيكسيون واخا دير النمره ما توصلش يقول لك هاتفكم ولا الريزو ما كاينش لذلك خص يكون الريزو وحنا كشباب نعملوا نقراو نتعلموا نديروا كل اللي بغينا ونديروا هدفنا كبير وخليك حسبها صدف وحسبها زهر كيف ما بغيتي ولكن الاقدار غتشاء وانه غادي تتلاقى مع الناس اللي غيسهلوا لك الامور ديالك وغادي تنجح في المسيره ديالك وفعلا استعملنا كلمه الصدفه غير تقنيا لكي نتواصل عبرها ولكن التمكين لا ياتي هكذا اعتباطيا التمكين خصو العمل خصو الجد خصو الصدق ونوقف معك عند هذه القيمة هذه قيمة الصدق سي رشيد ألو معك قيمة الصدق اللي يتبع الاستجوابات ديالك ألو كنسمعك سي رشيد كنسمعك
ما كان سمعكش يا أستاذ. راه طافي التليف راه ما كان سمعوش. سي رشيد تسمعوني؟ إذن كنا تحدثنا على قضية التمكين وأشرت إلى النجاح في تصوير مشهدين، وهذا النجاح يرتبط بالصدق. في استجواباتك السابقة كلها كان هناك تركيز على مبدأ على قيمة الصدق. الصدق كقيمة، هذا الصدق هذا اللي هو اللي يمكنك أنك تحقق مجموعة من الامتيازات التي لم يحققها غيرك، يعني العمل والصدق في العمل. إذن كيفاش كتشوف هذه القيمة في الإنتاج السينمائي المغربي؟ سي خالد، إذن سي رشيد كنت أشرت قبل قليل. سي رشيد ألو ألو سي رشيد ألو سي رشيد إذن في انتظار رجوع الخط نكمل هذا الحوار مع الأستاذ رشيد. صافي صحيح. أشار الأستاذ رشيد قبل قليل أيها العشاق السينما والفرجة إلى مبدأ التمكين، والتمكين هذا مبدأ أساسي وجوهري في بناء النجاح. فلا شيء عبر الصدفة كما أشار، ولا شيء يمكن أن نؤسسه انطلاقا من فراغ، لا بد للعمل. ثم تحدث عن قيمة مهمة اللي بغيت نقف معها عند السي رشيد بعد، وهي التكريم. التكريم الفعلي حقا كما أشار الأستاذ رشيد، التكريم الفعلي هو ليس أن نشاهد الأشرطة والسينما، ولكن فعلا إذن استدركنا لهذاك العطب التقني. سي رشيد تحدث عن التكريم الذي حظيت به من طرف ذلك الدركي، وتحضرني هنا حوار كان قد أنجزه المدرب كرة القدم المغربي الأستاذ بدو الزكي عندما سئل لماذا لم يكرم في الملاعب. قال يكفيني تكريما أنني كلما ذهبت إلى إدارة أو مصلحة استقبل استقبال الأبطال فتقضى مآربي وكأنني الآمر الناهي. هذه مسألة ربما هي منطبع المغاربة. المغاربة قد لا يقولون لك بأن يحبوك، ولكن يحبون الشخص، قد لا يصرحون بها ولكن يتصرفون بهذا الثقة. هذه القيمة وهذه السمعة التي حققها الأستاذ رشيد وحققها أعلامنا في الثقافة المغربية سواء كانت السينما أو الرياضة هي نابعة من طبيعة الاختيارات التي يلجأون إليها. لا يمكن أن يكون السي رشيد الوالي بهذه القيمة لو لم يكن يقف عند بعض الأمور الدقيقة جدا، ولو لم يكن ينتقي ما يقوم به ما يقوله، حتى أن الذي يتابع حواراتك لا يجد تناقضا. هذه صالح أنا أصدقك القول أنه عندما تسمع لا تجد التناقض بين الاستجواب والجواب لأن الأمور نابعة من القلب. لهذا أسألك الأستاذ رشيد، كيف تختار أدوار أشرطتك؟ ما هي المعايير التي تشترطها؟ اولا شكرا، وشكرا لان وجبتي واحد هضرتي على التكريم وهضرتي على القيمه ديالو عند الفنان. وصراحه كاين بعض المرات اللي نحرج لما كان قد يقترح علينا التكريم جوج ثلاثه اربعه ربما خمسه المرات في السنه، وما كيتمش الالتفات لواحد مجموعه الناس اللي يستحقون التكريم. لانه التكريم عنده أوجه، كاين تكريم من أجل أننا نعترفوا به، كاين تكريم من أننا عدتنا نخرجوك إلى الوجود لأنه أعطيتك شيء كثير، وكيخص واحد الجيل مشات السرعة، مشينا بواحد الدرجة متتالية وبدينا كندير واحد مجموعة الأفلام، وبالتالي واحد مجموعة الفنانين والفنانات اللي ولاو جالسين في ظهورهم واللي هو أحسن التكريم ديالهم الحقيقي
هو انكم انهم تنادي لهم باش يشتغلوا معك. اظن هذا هو اهم كنقولها في كثير من الاحيان، بل انني كنحاول الى حسب الامكانيات ما كنديرش اخراج كثير، ولكن بعض المرات حتى انك تخلق ادوار الناس اللي كتشوف ربما ما كانش عندهم الحظ في انهم يشوفوهم واحد المجموعه ديال المخرجين، لانهم جو دي جون ولي جون كيشوفوا اغلبيه دي جون في كثير من الاحيان. فالتكريم الحقيقي كيكون معنى الانسان يتكرم بمعنى يشتغل، ماشي نكرموه ونعطيه واحد هديه متواضعه نهضروا عليه يومين ولا غدا نساو نوصلوه لدارو، واخا يكون مهرجان من غير مهرجانات عندها قيمه بصراحه بحال مهرجان المغاربي ديال وجدان اللي كيعطي هذه القيمه. انا شفت مهرجان كبير وهضرنا على فاطمه الركراكي وفي الاخر ما كانش يوصل تكلف هشام وهذا باش يوصلوها لديورا، لانه مهرجان تكلف كل شيء الا انه تكلف هذاك السيد العجوز السيده العجوزه اللي جات من هذا التكريم. انا التفت بها على غدا مع الاسف. هادو جزئيات وحنا كنجيو نهضروا على الجزئيات. كنظن ان الادوار اللي كيكتبها كيكتبوا قصه في كثير من الاحيان. مهما يبدا الانسان الله سبحانه وتعالى وكيخلق الانسان في 9 اشهر، فما بالك ان سيناريست كيمكن له يكتب واحد مجموعه الادوار قد تصل الى 50 او 60، ويمكن له يكتبها في عام ولا عامين ما كافيهش الى عطاك الى بغى يعطي لكل دور الحق ديالو ان كان بسيط فصعيب. لذلك كتجي الدور ديالنا احنا كممثلين في اننا نعطيو هذه الحياه، اننا نقلبوا في الجزئيات ديالو. هذا الشيء كيخصو يكون بالاشراف بطبيعه الحال مع مخرج اللي هو متمرس وكيعرف هذه الجزئيات، ماشي فقط هو هنا باش يصور غير السيناريو. وهذا في كثير من الاحيان الاشياء اللي كتخلينا ناخذوا فيها بزاف ديال النقاش انا شخصيا مع بعض المخرجين، انه نقنعهم من الاول راه هكذا كتمشي الامور، انه هذا الشيء مكتوب مزيان مي فين هي الحياه، فين هي التساؤلات كثيره. بحال نعطيك مثال، انا كنشتغل على واحد الدور وهو شرير جدا، لاول مره كنلعب شرير، ولكن لما بديت كنلعبو خلقت منه اشياء انسانيه زوينه، وتم التساؤل كيفاش هذا السيد ولا داير بحال هكا. ها واش كتظنوا ان عنده هاد المراه ديالو والوليدات ديالو اللي عاشوا معاه 30 سنه، كون كان فقط بهذا القبح ما غيمكنناش ما يمكن لهم شكون هاد المراه، يا دارت له السم يا هربات بحالها وما عاودش عاشت معاه 30 عام. ما يمكنش تعيش براسل بهذا الشر الا لكانوا عنده لحظات مضيئه في حياته. وهذيك انا اللي كنقلب عليها باش كنخلق حتى من الانسان ربما المنحرف يدخل السجن ولا اللي قتل ولا دار بزاف الحوايج لحظات انسانيه، لانه في كثير من الاحيان ظروف اللي كتجعل الانسان يكون الشيء اللي هو كاينه. وانت لما كتشوف المجتمع ديالك وكتحاول تقارنه مع السيناريو اللي عاطيك فكيولي ثقيل بزاف، وكنظن هذه كتخلق هذا التمييز استاذ اللي خلقتي اللي خلقتي. وانا كنكون فرحان وحنا كنهضروا على التكريم لما كنشوف ان الكتب المدرسيه الان في الابتدائي كاين واحد الدور ديالي اللي هو على القلدة اللي درت مع محمد اسماعيل الله يرحمه ديال بن سالم حميش واللي يدرس الان. وبمعنى هذوك الوليدات كيعاودوا يرجعوا. انا بالنسبه لي هذا تكريم انه تكون انت كرشيد الوالي ممثل تدرس في الكتب المدرسيه، هذا قد يسعدك، ولكن هو اللي كيخلعني في انني الاختيارات ديالي اللي هي ماجيه ما خصهاش تكون متناقضه بحال الحوارات الاستاذ اللي قلتي تمشي في نفس الخط، لانه شديتي واحد الاتجاه على الاقل ديال الصدق. قد اكون فاشلا في دور ما، قد لا اتوفق، ولكن ما يمكنليش نديرو ونسني العقد وانا مقتنع انني ما غنكونش فيه مزيان ولا ما غيكونش مزيان. الفشل وارد لانه هو عمل جماعي خص يكون فيه واحد المجموعه ديال المقومات، وهذا اللي صعيب في العمل السينمائي، ولكن كندخلوا بايمان وكنمشي فيه جوج كوبو، واخا في السكر واخا نعيا واخا يكون البرد واخا اي حاجه، ولكن كنعطيه الوقت وكنحاول سكتو انه الممثلين معايا يكونوا مزيانين، حيت يد بوحده ما كتصفقش، راه ما يمكنش تجيب ميسي وتحطو في التيران ويبقى يدور بوحده ولا معاه شي واحد ما كيلعبوش كره، راه حتى واحد ما يعطيه الباس مزيان ويعطيه لانه ما مدربش معاه. ميسي مزيان ولكن كاينين عناصر اللي هي الا ما كانتش ما يمكنلوش يكون ميسي ويكون بهذيك القدوه. هو اللي لاحظوا على انه في التعامل مع الادوار كاين طريقتين، كان الممثل الذي يجذب اليه الدور ويتعسف عليه، وكان الممثل يمشي للدور
ممكن يمشي للدور وافضل من الاخر. علاش؟ لانه كما ذكرت يقرا الحوار، يقرا السيناريو، يقرا الشخصيه، يقرا تطور الشخصيه، يقرا جميع الملابسات تحط بهذه الشخصيه، وبالتالي يمكن ان يبدع فيه. هذه مساله لاحظنا على في الانتاج السينمائي، سواء في المسلسلات اللي شاهدنا ولا الافلام. يعني عندك واحد القابليه للتحول، يعني انك تخرج من رشيد ولي الانسان الى رشيد ولي المبدع الذي يلعب الدور بما يتطلبه الدور من ابعاد نفسيه واجتماعيه. هنا بغيت في هذه القابليه للتحول، على السي رشيد تحول من ممثل وكان سيدا نفسه امام الكاميرا الى مخرج يعني يجبر عليه ان يتعامل. فلو كنت ممثل كان يعطيك المخرج توجيهات وتضيفه انت من عندك، ولكن وليت مخرج يعني كتعامل مع مجموعه من المخاطبين، عندك فريق العمل ديكوراتور والسيناريست وعندك الممثل، يعني وسعت دائره الاشتغال ودائره التعب. واش هذه المساله حبا في التعب لانك انت تعودت على هذه المساله، ام يعني انت لقيت ان في الاخراج سوف تقدم رؤيه لم يسبق لغيرك ان قدمها في السينما المغربيه؟ أشكرك سيدي على السؤال. صراحة أسئلتك مركزة مزيان وعندها عمق، لأنه صحيح أنا لما أولا نرجع للتكوين ديالي، أنا تكوين في المسرح مع الأستاذ عباس إبراهيم رحمه الله، وكنا كنتعلموا أننا نديريجي ونكتبوا النصوص ديالنا ونديروا لها الإخراج. ولكن لما درت التمثيل قررت، خديت قرار أنني لن أمارس الإخراج إلا بعد 20 سنة من التجربة. ولشتي انا بديت في 84، في 2004 درت اول فيلم قصير ديالي، بمعنى حتى وصلت تقريبا بين 38 و 40 سنه، بمعنى كاين واحد المرحله ديال النضج، وكاين انني تبت نفسي كممثل عند الناس. ومن بعد كانت واحد المرحله اللي كيخصني ندوز منها من الممثل المخرج اللي ما يرفضونيش الناس، واللي يبقى عارفين بلي انا غنبقى ممثل ولكن عندي رسالة، عندي حب. أنا من نوع، شوف أنا سوفون كنعطيها هذا المثال، هناك اللي كيسافروا كيسافروا في كار، كاين اللي في 70 بلاصة، إلا قلبتي كتلقى الناس كلهم مسافرين بحال، ولكن كاين اللي كيقرا جورنال، كاين اللي كياكل، كاين اللي كيسمع كيشوف التليفون، كاين اللي يدير السماطات، كاين اللي حط جورنال وناعس، كاين اللي مظلم الدنيا وخصو غير يوصل، وكاين اللي كينتبه للطريق، وكاين اللي كينتبه للشيفور. أنا كنت من هذوك الناس اللي ديما كنجلس حدا الشيفور وكنقول لي مفريد هاد الشيفور سكت له القلب وحنا فشي طلعه وشنو، ورجع بينا هاد الشيء اللور ما يمكنش خصني نشوف فين كاين الفران، فين غيمشي يدير، علاش؟ حيت خصني نوصل هاد الناس ونوصلهم بسلام. دونك كان بالنسبه ولا لقيت باللي هاد الكار اللي هو غادي بالبطء اللي انا لا مشيت على رجلي نوصل قبل منه، غنقول له بلاتي وغنزل ونكمل على رجلي، لانه ما يفرضش عليا، ما نقدرش نخليه. يعني حنا نرجعوا للاصوات الاضافيه، العمر قصير وما نبقاش انا ندوز وقت طويل في انني نتسنى الكار اللي غادي ب 50، الوغ يمكن نلقى وسيله اخرى نوصل 120 ونوصل ونستغل الوقت ديالي. هذا الشيء اللي طرا ليا النهار اللي درت 20 عام، قلت غادي ندير الاخراج. درت اول عمل الاخراج ديالي نينيا مومون، درته بطريقه محتشمه، عاوني لن انسى خيره صديقي الله يرحمه سي محمد اسماعيل، نتج لي هذا الفيلم مع القناه الثانيه، وقدمته فقط لبعض الاصدقاء، حتى الفيلم خدا احسن جائزه ذهبيه في ياوندي. عاد عرفت بلي لا، انا راه يمكن لي ندير حاجه اخرى مراعاه. لقيت بلي الفيلم القصير طلب لي 3 سنين باش نديره. شنو نظمت؟ شركه الانتاج، لانه حنا في المغرب ما عمر غيكون عندي المنتجين باش غادي ينجو كيف ما بغينا. وانا استغفر الله العظيم بنفسي اصبحت كورقه، كي قلتي كيمكن يندق ديور، كيمكن يمشي، عندي مصداقيه، نقدم بروجي، كنعرف نهضر على البروجي ديالي، نقنع الناس باش انا ندير بروجي. درت شركه مع صديقتي نادي العالمي، ودرت ثلاثه الافلام قصيره، وواحد فيهم داز في 75 فيستيفال، وخدمت خديت في هذوك الثلاثه ديال الافلام القصيره 75 مليون. بمعنى حتى التجربه ديال الفيلم القصير كمنتج قلت ما غادي خصني نربح منها، ونثبت نفسي باللي قادر نجيب الفلوس، قادر ان الفيلم ياخذ جوائز. ولا رجعتي غتلقى مرحوم في الانترنت خدا واحد المجموعه ديال الجوائز وخديت الدعم عليهم، وكاين اللي كانوا كيدوزوا في فرنسا وكيصيفطوا لي كل سيمانه 300 اورو ولا 400 اورو. هذا الشيء كله كيجي بشويه بشويه، لانه انا بغيت ندير غير الاخراج في الاول، ولكن شنو؟ غنجلس في القهوه، هذا رساله ما خصناش نجلسوا،
غادي يجيني الاحباط لانه كاين وحدين اخرين قبل مني ولا عندهم مع من وغنبدا نقول انا واحد الشيء بالوسيطه ولا لا نثبت نفسي وما نبقاش نقول لا هذوك المدير شاف هذاك لا ماشي شغلي انا كنزيد او ميم طون كنخلي نفسي كممثل اللي كنشتغل وكنصور من طرف خوص كنعيش عائلتي وكل ثلاث سنوات كندير انتاج ديال فيلم كيف كنحلم به انا حيت الاخراج بالنسبه ليا ماشي هو انني نقطع البلانات ونجيب ممثلين وندير الاضاءه الاخراج هي وجهه نظر هي انت كيفاش كتشوف الحياه كيفاش كتشوف الامور شنو رسالتك اللي تقدر تبلغها بحال النهار اللي درت ليا مومو درتو في واحد الوقت في التلفزه المغربيه كانت كيدوزو دي باساج ديال لا بوبليسيتي في الوصلات التوعويه كتقول عباد الله اللي عندهم الخدمات يعاملوهم مزيان ويلبسوهم مزيان ولانهم كيبقاو اطفال في الوقت اللي كان خص الميساج يقولو هو اللي عنده شي طفل ما خصوش يخدمه ولا كان شي واحد فقير وجاب لك الولد وانت بقى فيك ماشي تخدمه خلص عليه بلاصه في المدرسه اذا كان بقى فيك ماشي تجيبهم انهم يخدموا في الديور لانك كتحرمهم وكتغتصب بالطفوله ديالهم انا بالنسبه ليا هذا كانت رسالتي ومن خديتها مشيت لعند تشيكوف قريت قصه ديال تشيكوف لوغيي الوساده ديال واحد الاسره اللي كيخليو في روسيا في 1904 القصه كتبها تشيكوف وانا صورتها في 2004 اقتبست بطبيعه الحال لراجل ومراه كيخرجوا لي سواري وكيخليو بنت مع ولدهم الصغير الولد كيخرجوا كيبدا الولد يبكي ما كتعرف ما دير ليه كتعطي الرضاعه تهزو كل شيء في الاخر كدير له المخده على فمو باش يسكت وكتنعس حداه حيت بالنسبه ليا هي غير سكتاتو لانه بالنسبه ليا كان خصني نهز المجتمع ونقول لهم راه هذا الشيء اللي كنديروه راه غيرجع بينا الخطوره لوليداتنا وثيق بيا كانوا معنا ناس في لاصال اللي هما كيشوفوا الفيلم واحد المره نقزت ومشات لان ايفيكتيفمون خلات ولدها مع طفله صغيره كتشتغل عندها في البيت هذه هي اللي دفعني استاذي باش نقول لك انني كنقول لا خصني نخلي الاثار ديالي في المجتمع ونقول وجهه نظري ونناقشها قد اكون مخطئ وقد انني نصيب فيها وهذه الافلام السينمائيه كدار من اجل ان نناقشها وان نزيد بنا القدام وسمحوا لي لكم نطول عليكم في يلا مرحبا سي رشيد هذه المساله هذه وصلتي لواحد المساله وهي الفرق بين رؤيه ورؤيه بالالف يعني وضحتي انك عندك رؤيه يعني هذه الافلام والمسلسلات هي حلقات ضمن مشروع متكامل واش يمكننا اليوم نتحدث على ان سي رشيد عنده مشروع في السينما المغربيه طبعا يمكننا نهضروا لانه من خلال ثلاثه الاعمال كنظن انه من بين ثلاثه الى شفنا ان القوم متكامله وغاديه في نفس الخط وفي نفس المسار وفي نفس وجهه النظر والطريقه ديال الاشتغال ديالي فيها وان شاء الله انا وعد صديقي خالد سيدي لكتب الله وخدرت نسالي الفيلم ديالي في الوقت انه يكون يتعرض في اولا في مدينه وجده ان شاء الله وغادي تشوف هذه النوعيه ديال الاعمال وانه المشروع ديالي اللي جاي فيه في السينما المغربيه بكل تواضع بطبيعه الحال وعلما انني انا ماشي من المدرسه اللي مشات قرات السينما في مدرسه ما انا من دراستي هي مدرسه الحياه ومدرسه التجربه وكان اعتقد دائما انه الطبيب الا كيقرا سبع سنين صحيح والحديث هنا المشروع هو يحتاج فعلا فين كما أشرت يعني كل العناصر التي أشرت إليها هي لبنات هذا المشروع هذا الذي نراه ملموس ولكن فقط أردنا أن نشرك المستمع لكي يدرك هذه المسألة هذه خصوصا المستمعين الذين أو المهتمين الذين صلتهم جديدة بالسينما كنسمع عندنا مجموعة من الأفلام عندنا مجموعة من التتويجات إذن سوف يلتحق بنا بعد قليل الأستاذ رشيد ولي ليستكمل معنا حلقات هذا الحوار الجميل جدا والغني
والتري بمواده وفقرته. السي رشيد، السي رشيد عندي واحد السؤال مرتبط بهذا السياق. يعني بعد ما حصل المغاربة مخرجون على مجموعة من الجوائز العالمية والعربية والإفريقية، هل امتلكنا الآن سينما مغربية لها خصوصياتها، لها ملامحها؟ يكفي مثلا دون أن نرى جينيريك ديال شريط سينمائي، ولا بمجرد أن حتى إلى غيرنا مثلا درنا الدبلاجة يمكننا مثلا من المشاهد الماضية نقولوا أن هذا الشريط مغربي، يعني عنده خصوصياته مغربية؟ كنظن انه كاينين مخرجين اللي يقدروا يتمكنوا من هذه الخاصيه هذه، ربما لاعتمادهم على كل ما هو مغربي، الا من ناحيه الديكور الاكسسوار الحكايه المغربيه، كاين من الطريقه ديال التعامل ديالو، الطريقه ديال التصوير ديالو، ولا شتي الاعمال ديالو كتبدا تقول هذا التصوير ديال فلان، قد تقول ديال داوود بنات السيد، قد تقول ديال محمد اسماعيل، يمكن لك تقول ديال محمد عبد الرحمن التازي، ولكن صعب انك تقول هذا فيلم مغربي 100%. كنظن ما عندنا عندنا افلام اللي اصبحت كتقدر نقدروا حنا كنشوفوا انا درجه وجهه نظري الشخصيه كنقولوا هذه سينما فلان، ولكن واش سينما مغربيه ولا لا، خص واحد يكون شايفنا بزاف باش يقدر يقول هذه المساله. ولكن ماشي هي مساله بحال اللي كنقولوها السينما الايرانيه مثلا، انك كيمكن تشوفوا بلا صوت بلا شي حاجه وتعرف اللي راه يساجي ديال السينما الايرانيه. معك الشريط الطوي ديالك نوح لا يعرف العوم، وكما قلت قبل قيل عندك واحد القابليه ممتازه للتحول، عندك ايضا قابليه ممتازه للتطور. بين ما ونوح كان واحد النقله جماليه، الذي يشاهد الفيلم بعمق القراء، يعني اللي يدير التحليل الفيلمي ماشي المشاهد العادي، اللي يدير التحليل الفيلمي يدرك على ان السي رشيد الوالي من يما نوح حقق هذه النقله. واش هذه النقله كانت استثمار ليك كشخص وهذا الحب ديالك والاصرار في التدقيق، ام ان هناك توجيهات اخرى، يعني في كتابات النقديه في احاديث الزملاء اللي شاهدوا هذا الشريط هما اللي يحاولك على انك تتجاوز هذيك ما كان ما يفترض انه كان سلبي، ولكن ما كانش سلبي 100%. شكرا سيدي. بالعكس هو بطبيعه الحال هو اول فيلم. شوف كاينين مخرجين سبحان الله اللي داروا اول فيلم ديالهم وكان متميز جدا وبقاو حياتهم كاملين وما كيعاودوا، يا اما يوصلوا لكيف داروا الفيلم الاول ولا يديروا افلام كتشبه ليه، لانه شيء اللي كيصعب. وكاين مخرجين اللي بداوا بدرجات وما غادي، كنظن انا منهم. انا بالنسبه لي كنت فرحان بزاف ملي درت تما، واول فيلم ديالي وتعرض في كورسيكا وتعرض في فرنسا وتبنات في فرنسا ودانس في القاعات السينمائيه المغربيه، كان بالنسبه لي شي حاجه كبيره، انه في الشونزيليزي كان حلم انه فيلم رشيد ولي اللي هنا باقيين كيقولوا عندهم مشكل بعض النقاد ولا بعض الصحفيين، واش مخرج ويدير اخراج، كيقبلوا انه ما كيقبلوش ان مخرج دار 40 ولا 50 عام وعاد كيدير الاخراج واخا كان ممثل، وكيقبلوا ان ولد شاب عنده 17 18 ولا 20 عام ودار اول فيلم الاخراج ديالو. ما كايناش لا لوجيك، لانه شنو هو الاخراج بالضبط في وقت تكون عندك بزاف ديال الاكسبيريونس والتجارب في الحياه، وهي الاهم هو يكون عندك ما تقول، هي تكون قصه، هي تكون الاخراج، تكون شي حاجه باغي تعاودها. كنظن انه يما صورته كيف كان خصو يتصور ما بين المغرب وكورسيكا، وهذاك السنين وهذيك التجربه وهذيك الاريحيه اللي ولات عندي بطبيعه الحال استغليتها في نوح لا يعرف العون، بالعلم انه كمنتج كان اصعب، لان يما درته بدعم من مركز الاجتماع المغربي، ولكن نوح لا يعرف العون درته بامكانياتي الخاصه. وهنا هذه تجربه اخرى ما كيعرفوهاش الناس، هو انني قلت علاش غنبقى كل سنه نستغل وناخذ دعم ربما لواحد اخر اللي كيتسنى ياخذ اول فيلم ديالو. انا كان عندي الحد وخديته، نجلس واحد 3 سنين ولا 4 سنين وندير حاجه اخرى ونحاول نثبت دونك اللي ربحته من هذاك الشيء ديالي، حاولت نستثمره في فيلم من جيبي الخاص وصورته في 3 الاسابيع. دونك كان عندي اريحيه كمخرج، ولكن ما كانش عندي كمنتج، بمعنى دائما عندك شي حاجه اللي كتخلعك وكتدفعك انك تجي ديرها. وبيني وبينك انا استمتعت بهذه المساله، ولات هذه الضغوطات كتعجبني لانها كتخلق شي حاجه ماجيك في الفيلم وكتخلي ان كل شيء مركز. والان الفيلم اللي صورته الان طابع بين وجده وفرنسا وفي جيك صورته، وانا عندي جوج الناس، هو حميد زغي الله دار عمليه ديال القلب
عنده ما شاء الله عليه 73 سنه، وعندي ايضا مخرج فرنسي اللي كيدير الشيميو بالكونسير، بمعنى كتقول يا ربي طول لهم العمر، يا ربي يقدروا في درجه 46 الحراره ينوضوا ويخدموا، بمعنى كل نهار كتطلب الله وكتخدم كل شيء، ولكني كديرهم قدام ليماج بهذاك الصهد بالحراره بمراض، وانت كدير لهم المنظر، ملي كديرهم كتلقى بوكو دو فيغيتي، كتحس انهم تعبانين. انا عندي ان رود موفي خصهم يكون هذاك السيد مريض، ما محتاجش انه يمثل مريض، محتاج فقط انني نكون هنا وناخذ القسمات ديال الوجه ديالو اللي كتعبر اكزاكتومون على داك الشيء. دونك كنحاول ما امكن نستغل هاد الحويجات اللي ماشي كيجيوش غير صدفه، ولكن اللي كيجوني في الوقت المناسب كي كنت مخطط لهم من قبل. هل الجواب ديالك هو مبدا الاطار، انك رفضت، انك كان اصرارك على لا تاخذ الدعم وتترك هذا الدعم لشخص اخر، يقودنا الى محور ثالث في هذه الجلسه الجميله معك، وهي محور سميته قيم بحجم الابداع. السي رشيد الولي، الخط الناظم في مسيرتك يتضح للجميع، الذي يتابع سيرتك يدرك على ان المبدا القيم والاخلاق هي تمشي اون باراليل مع السينما ومع الابداع ومع العمل، ما يمكنش يتعزلوا. لهذا يعني كيف يرى السي رشيد الولي الاعتراف بالاخر؟ ما تتمنى لي يمكن الاخر كان ممثل ولا مخرج ولا زميل ولا نقيد ولا نعم. كنظن مره اخرى كنعاود نشكرك على هذا الاعتراف. انت الى عاودت رجعتي لهذا الشيء كاع اللي دويتو، ما يمكنليش ندوي على عمل وما نقولش المخرج ولا اللي كتبوا ولا اللي خدم معايا ولا هذا. بالنسبه لي عمل ما كيتولدش بوحدو، انا كنتفاجئ بعض المرات ان ممثل كيجي يهضر على عمل وكينسى مخرجه، ولا كانه ماشي هو اللي داره، ماشي هو اللي عيط له، ماشي هو اللي خدم معاه، ماشي هو اللي عطاه فرصه. بالنسبه لي الاعتراف شي حاجه مهمه، الانسان ديما كيدير الله ناس واللي كيكونوا مرسولين واللي كيديرهم الله في طريقنا، كيمدوا لنا كيمدوا لنا شي مساعده كيلكوباغ. انا حكيت هاد اليومين في البدايه ديال حكايتي، كنت تلاقيت مع واحد الممثل الله يطول عمره، اللي لما غنصور معاه اول مره وانا في مسلسل، تفاجئ بانني صغير على الدور وقدامي، قال لهم انا ما كنشوفش عبد الشخصيه يلعبها ولد بحال هذا، ولح لهم السيناريو بحال هذا وقال لهم تحملوا مسؤوليتكم قدامي، واحد اخر غيمكن له يتصلم ماشي مشكل. ملي جيت كنلعب معاه كانت كاميرا واحده، بدينا به انا عطيته الحوار كله، ومني جا خدا السيناريو ديالو ودار بحال هكا، كيقول لي الاول والاخر ديال السيناريو، ما راضيش ما باغيش. ومع ذلك بقيت انا مسجل في راسي هذاك الردود الفعل ديالو، وكنبقى نتسنى وكندير ها بحال راه باقي كيهضر وما فاهمين والو. حتى ساليت لي تكنيسيان اللي خرجنا بداو كيبوسوني كيقول لي برافو عليك. انا ما شعرت، انا تو سامبلومون بغيت غير نأدي دوري، مش حتى انه دار لي حجره قدامي، ولكن شاءت الاقدار انه من بعد ولا عندي عزيز هذاك الممثل ومراضو على محل وقعوا بزاف ديال الحويجات يمكن لا داعي لديك اليوم. ولما قال لي صديقي قال لي وهذا الشيء كاع داروا وانت بقيتي معاه، قلت له لا، لانه علمني انني عمري في حياتي ما نحقر شي واحد، انني واخا يكون عندي 40 ولا 50 عام ديال التجربه ولا طول الاعمار وجاو ولد جديد ولا بنت جديده وتعكلوا وتلفوا في الحوار ولا شي حاجه، خصني نساعدهم ما نحقرهمش حيت ما نعرفش شنو غيكونوا غدا ولا ما غدا. لذلك حتى اللي حيد لك عطاك، فما بالك باللي عطاك الوقت وعلمك بزاف الحوايج، كنظن ان خصك تعترف به، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. سي رشيد، هل استبدلت بك الاضواء ذات يوم؟ نعم، هل استبدت بك الاضواء؟ واش نهار قلت لك انا رشيد الوالي بهذا؟ لا استغفر الله، لا 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 لا، انا نقول لك علاقتي بالله وتكويني، وكنعرف ضعفي وكنعرف المواطن ديال القوه ديالي، وكنخاف من ان، لانه شوف هو توفيق من الله، وكنخاف ان الله سبحانه وتعالى. انا ملي كنت كنبغي نخرج ما كانش عندي باش ندور مع الوالده، وكنجلس مع الدراري في القهوه، ما كنشربش قهوه، ما عنديش باش نشرب قهوه، كناخذ السكرات ديالو. ملي كنبغي نخرج من الدار كنعطيها السكرات، كتقول لي الله يحلي ايامك ويزين ايامك ويعلي احلامك ويبعد الظلام من قدامك. شنو يزين ايامك؟
هي انا من جيتها ولاو قنوات عندي اعلامك، بمعنى بزاف الناس كيمثلوا من اعلامك بعائلي قدام. كنعرف ان هناك دعوات، هناك بركه، واللي ملي كيحبوك الناس راه كيزيدوا يكونوا ثقال على كتافك، لانه ما تقدرش تغلط في بلاصتهم، لانهم ما كيعرفوش بلي انت عيان، بلي راه من 4 الصباح وانت فايق، بلي هو بغى التصويره ولكن انت راه مزروب وصباطك ضارك، ولكن هو راه مصباح هو كيتسنى باش تعطي هذيك التصويره. ما يمكنلكش تقول له لا، ما يمكنلكش تعتذر له، لانه نخاف نتحاسب عليها غدا قدام الله. فوق غادي نتحاسب على حتى الرساله اللي انا عطيتك، جهد عطيتك، حب الناس عطيتك، جاه عطيتك، فرصه انك تقول الميساج، ولكن شكون انت كتقول من خلال هذه الاعمال ديالك؟ شحال من الناس تهداو على يديك، شحال من واحد عرف باللي راه غلط وباللي سخط الوالدين، الانسان خصو ولا يعطي لبلاده ولا لوطنه. شنو الرسائل اللي عطيتي انت في الحياه ديالك؟ اللي سعدات اللي ما عندوش، سعدات اللي عايش فقير ما عندوش شحال، لا اللي يحاسب على شيء، والاشياء اللي غيتحاسب عليها ستكون بسيطه قد هذوك الحوايج اللي كانوا عنده. ولكن كل ما كان عندك ثق بيا ان الحساب سيكون اصعب عند الله سبحانه وتعالى. الانسان ما يتغرش كاين لا اضواء ولا كاين حتى شي حاجه، هادشي كله كتبرك على بطونه بحال هكذا وكتطفى. اصلا عندي كان هنا الله يرحمه. سي رشيد، تنقلت في ارجاء وربوع المملكه شرقا وغربا، ولكن حطت بك الرحال في هذه المدينه، شئت ام ابيت، والتقيت باهلها واحببتهم فاحبوك، ما الذي يعجبك في هذه المدينه بالضبط؟ والله رجالاتها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا من الناس درنا دري الديك كنمشيو الحمد لله كنشوفوا دور العجزه، كنمشيو المدينه الاول مدينه كنمشيو ليهم ما كنلقاو ما نديرو فيها، كنلقاو العجزه مع سيدي مصطفى بن حمزه ومع الاخوان اللي معاه ما شاء الله، دور الايتام ما شاء الله، الناس كيفاش خدامه، كيفاش عندها واحد عزه نفس، كيفاش انها كتخدم، كيفاش انها ما فيهاش استغلال، ولا عيطتي لهم يخدموا، ناس متواضعين يبادلونك بالحب، ما تمنيتش شي حاجه وما كانتش. السيد الولي ماشي هذاك الشيء اللي دار اكسترا اوردينار، الناس السلطات، الناس البساط، مول كرارة زعما ما كراش. كان عندي مسلسل ماشي فيلم اللي غنصور معاهم 5 ايام ولا 6 ايام، لانه ما كراش كان عندي مسلسل يكون معايا اكبر عدد، لانه مدينه مبدعه بينها وبين جراده والتاريخ ديال المسرح اللي كان والرجالات ديالها وسيدي محمد، شحال ديال الممثلين تما اللي مع الاسف جاو بعاد على 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 الوسط، على الدار البيضاء، على الرباط. وهنا رسالتي نوجهها للسيد وزير الثقافه انه والاتصال، انه كفى مزيان، ولكن نزيدوا الناس اخرين، كاين ناس مناطق اخرى خصها توجه، حتى لما درناش اذاعات عندهم نفرضوا ان واحد المجموعه كاينين 20 فيلم ولا 15 عباد الله، جوج ثلاثه اربعه الافلام يداروا في المناطق ديال المغرب الشرقي، ولا يمشيوا في الصحراء وحدين اخرين يمشيو هنا، باش المغرب ديالي يكون متنوع وبارك، ما نشوفوا نفس الوجوه ونفس الشنطيات ونفس العمارات. راه ثقافتنا غنيه جدا وناسنا اكثر لو عملتي. فانا وجدت اللي بغيت نهضر لك عليها راه بزاف، ويمكن ندوي الدموع، لانه كاين واحد بزاف الحوايج اللي عشتهم زوينين في هذيك المدينه. والله يحفظكم اخويا، والله يحفظ انا شوف انا باش نقول لك، انا والله العظيم نط في 5 الأربعاء ديال الصباح وصورت وجيت من التصوير وجيت انتظركم، مازال ما بديتش حيت لا دوزت، غنبغي الناس. علاش؟ ما نقدرش نقول للناس توجده، ما نقدرش نقول للمهرجان ديال وجده، لانه كاين واحد الحب، وكنعرف انكم كبرتوا بيا اكثر وتكرمت عندكم وافلامي خدات عندكم الجوائز، ومازال الخير يكون امام ان شاء الله. سي رشيد، تأهل لكل خير، هذه مسألة لا تناقش، هذه مسألة معروفة. بغينا لك واحد الكلمة على الشريط اللي سجلته بوجده، على الفيلم اللي سجلته انا بين وجده وفي جيجو. هذا فيلم الطابع كيتحدث على واحد الفترة مهمة من تاريخ المغرب، لأنه في الخمسينات، نهاية الخمسينات في هذا القرن الماضي، كان كيجي واحد فيليب مورا اللي كان كيجي للجنوب ديال المغرب. اسمح لي. وكانوا كياخذوا الشباب من 17-18 وهما غاديين، وكيديهم باش يخدموا في المناجم.
ولكن باش كانوا كيمشيو بالمناجم كانوا كيطبعوا لهم كيقلبوا سنانهم الصحه ديالهم، اللي دار له الطابع الاخضر كيمشي فرنسا، اللي دار له الطابع الاحمر ما كيمشيش. لذلك انا الفيلم ديالي سميته الطابع، لانه طابع قد يغير المسيره ديال الحياه ديال الانسان. الفيلم يتحدث بعجاله عن رجل في نهايه العمر كيكتشف انه عنده مرض في الصدر ديالو، لم يبقى له في الحياه الا 3 شهور، فكيقرر ان هذيك 3 شهور ما يعيشهاش في الخارج ويرجع لبلاده، لانه كيكتشف انه خصو يخلي الاثر في بلاده. وحنا كنهضروا على الاثار، خصو يخلي الاثر في بلاده، وكيدير واحد رحله عوده هو صديقه يهودي اللي كيقول له انا الا سمحوا فيك ولادك ما بغيتش يجوا معاك انا غنجي معاك، لانه عنده صداقه معاه. وكيجي داك اليهودي معاه خلال الرحله باش يمشي حتى لفيديك، باش يمشي للبلاد ديالو ويحاول يدير اثار ديال اللي يخليها يطرح معلام بعد ما يموت. ما نبغيش نعاود بطبيعه القصه مؤثره جدا، فيها لحظات متعه، لحظات فرح، لحظات ديال الحزن، لحظات البكاء، وفيها واقع معين، وفيها مناطق وثقافات اللي كان احنا غاديين وكندوزوا عليها. وهذا الشيء اللي زوين في السينما. انا كان كيعجبني ان المشاهد الى جلس قدام الشاشه يدير الصمت ديالو ويسافر معايا. سي رشيد، في نهايه هذه الجلسه طيبه وجميله نريد منكم كلمه في حق هذه الجمعيه وفي حق هذه المدينه، وتعرف على انك قد لا تحيط بالمدينه وباهلها في كلمات، ولكن نريد منك كلمه في هذه الجلسه. اسمح لي، ما سمعتش مزيان. في نهاية هذه الجلسة الممتعة جدا نريد كلمة في حق هذه المدينة وأهلها وفي حق جمعية سينما غرب. وي كنظن أن المدينة إن شاء الله مشاريع جاية كثيرة اللي غادي يمكن لها تزدهر بهذه المدينة. مدينة عندها في بزاف ما فيها ما يدار، لا من ناحية كنهضر على ناحية الفن، فيها فنانين انا نقدر نقولها لك، لانه درنا الكاستينغ الناس مع خويا هشام وشفنا الطاقات اللي كاينه، كيمكننا نديروا فيها اشياء كثيره، والحمد لله المسرح كاين. كاين واحد نقطه ضوء ماشي في المدينه، في المغرب، اللي هي مهرجان المغاربي الوجده، لانه كيدار بطريقه محترفه، كيدار بقلب، كيدار بطريقه احترافيه عالميه، بمعنى انك زعما ما عندوش امكانيات ديال المهرجان ديال مراكش، ولكن كيجي تسويت من بعد، لانه فيه بزاف ديال الصدق، والناس ما كيقدروش يقولوا لا. لما حيت الاخراج، لما اختيار الافلام، للمواضيع، للطريقه ديال التعامل، كنظن انها المدينه الزوينه ايضا نقيه. مع الاسف الشرخ اللي كان بين المغرب والجزائر كان اثر اقتصاديا، ولكن كاين مشاريع اللي كنتمنى انها تكون في القريب العاجل باش ان تزدهر المنطقه. وكنشكر بهذه المبادره، لانه كان تنميه مديريه تنميه الاقاليم الشرقيه على المساعده ديالها، لانه انا كنقولها من هذا المنبر، لانه اللي ما شافوا انا الفيلم قد يجيب اشياء جديده ويمكن له يسمح بفرص ديال الاشتغال واظهار. لم دين جراده ولا وجده ولا فيديك، كان السي المباركي الله يجازيه بخير فتح لنا يديه، وشكر كبير للا سعيده ماهر وكل اخواني كيعرفوهم ان شاء الله، وزيني اللي كيعمر غير بهم. احبكم جدا جدا جدا، واحب مدينتكم اللي هي مدينه وجده، واللي راه حنا راه قراب، لانه عمي انا راه مات تما، وكاين اللي في تازه وكاين في تاوريت، وانا من وليله وواليد ديالي كبر في تيناس، دونك كاين واحد العلاقه ديال الدم. فكنتمنى لكم كل التوفيق يا ربي، والله يلاقينا قريبا في ساعه الخير، وكي قلت يكون السعاده ديالي لما ننتهي من الفيلم ونعرضه لكم، لانكم اول من يستحق. جلسه مع المبدع رشيد دوي لابد وان تكون ممتعه، لان مكوناتها تصدر من القلب بصدق وحب واحترام وتقدير. وعاده السيد رشيد الولي ان يحترم محاوريه ويحترم جمهوره العريض، وكل جمهور يتابع اعماله وحواراته. ولا يسعنا في نهايه هذا الدرس السينمائي الا نتوجه الى هذا الفاضل باسرق عبارات الشكر والتقدير، والشكر موصول لكافه المشاهدين والمتتبعين. السيد رشيد بارك الله فيك. الله ينوركم، شكرا للاخوه التقنيين اللي صباح ومك اللي كيبذلوا مجهود باش كل شيء يدوز على ارفع ما يكون، فتحيه لكم والله ينوركم. شكرا.